التي تكفل حقوق الإنسان وحقوق النساء العاملات. فعلياً هذه المؤسسة حصلت على جائزتين عالميات، الجائزة الأولى جائزة الملك عبد الله الثاني للإبداع والتميز في عام 2012، يعني قبل أن تصبح مؤسسة وهي في طور أن تصبح مؤسسة، وحصلت أيضاً على جائزة أشوكا العالمية بسنة 2013. كل الاحترام لجميع النساء العاملات في أي مكان، وأيضاً لا ننسى شقائقنا الرجال في جميع الأصعدة. إحنا فعلياً دخلنا في المرحلة الثانية من المشروع، وهي عبارة عن 10 ورشات عمل رفع وعي من أجل تعزيز الثقة بين متلقي الخدمات ومقدمي هذه الخدمات. طبعا هاي الورشة جاي ضمن سلسلة ورشات نعقدها بإرادة الحاضنة الأولى لسيدات الأعمال وبتمويل من وزارة الخارجية الأمريكية، بتهدف لتعزيز الشراكة والشفافية في العطاءات والعقود البلدية ما بين بلديات الخمس الشريكة معنا وما بين منظمات المجتمع المدني وما بين المواطنين أنفسهم في هاي المناطق. هذا القطاع الشبابي اللي نهتم فيه نحن أيضا في بلدية سموح كغيرها من البلديات، ربما قليل ممن يهتموا بمشروع الشباب الريادي. برحب بالجميع في هذه الورشة المميزة بنوعيتها المميزة بحضورها. كافة المشاريع والإنجازات التي تقوم بها البلدية بحيث تكون كل شيء سواء في العطاءات أو المشاريع أو الإجراءات تكون واضحة للمواطنين ويكونوا على دراية واطلاع بها من أجل الإحداث نوع من التطوير والتنمية في هذه البلدة في كل المجالات اللي بتعمل على توفير الخدمات المطلوبة لأهلنا بحيث تسهل له حياته اليومية. يعني مشكلة موجودة في البلد، مش بس السموح، في مختلف بلدات الوطن. المبررات البلدية كثيرة في عمل المطبات، يمكن الهندسة في 200 طالب، يمكن 200 طالب لمطبات، كل واحد قاعد على الشارع ببني حاله الشارع بيجي بكتب الطالب بده مطب. فيعني من باب تعزيز المشاركة المجتمعية ونخرج يعني من هذا اللقاء بشيء عملي، من يعني إعادة إصلاح المطبات تكون أمر ضروري جدا. المشروع العطاءات أو تعزيز الشفافية في العقود والعطاءات البلدية المشاريع المهمة جدا، ويمكن الحكم المحلي والجي اي اس الحالية الألمان بيشتغلوا على شيء أكبر من هيك، لكن دائما باللوم البلديات بأنه يعمل عطاء وين وصل. بمشاركة فاعلة تتجاوز 80 شخص من الذكور والإناث من مختلف المؤسسات الفاعلة والنشيطة الموجودة في المنطقة، بالإضافة إلى طلاب من الجامعات وطلاب من المدارس ومعلمين ومعلمات ومدراء ومديري مدارس. هذه الورشة كانت مدتها ساعتين، تمكننا من تعزيز عملية المساءلة المجتمعية ما بين مقدمي الخدمات ومتلقي الخدمات، طبعا من خلال مناقشة 5 محاور، ومن ثم فتح باب النقاش مع طبعا مدراء ومديري هذه الجلسة. إن شاء الله اليوم بالورشة الأولى من المرحلة الثانية، وأنا حاليا يعني بترك الكلمة لرئيس البلدية الأخ أبو نشأة مشكور على الجهود اللي قام فيها، والإخوان بلدية السموح اللي طبعا ساعدونا وساندونا في هذا المشروع، ولولا جهودهم ومشاركتهم لنا في هذا المشروع لما وصلنا إلى هذه المرحلة الممتازة للتنفيذ المشروع.